المخدرات في العالم يعني فيها مشكلة كبيرة، وفي الإمارات إذا بنظل على يعني هذا النمط من قياب أولياء الأمور في رعاية أبنائهم بتواجهنا مشكلة. وإذا بيظل أيضا إعلامنا، إذا سوينا برامج إحنا من الشرطة للتوعية لتوعية أولاد حتى ما يتورطوا في المخدرات لازم ندفع عليها الملايين، هاي بعد مشكلة أخرى. إذا القانون ما بتكون فيه النصوص الحازمة التي تمنع عمليات التحويل عبر مراكز الصرافة أو محال الصرافة إلى الخارج، اللي الآن نحن نراها واضحة تحول يعني من قبل أولاد صغار، يروح يحول له حوالي 1000-1005 إلى باكستان ولا إلى دولة من هاي الدول الآسيوية ويستورد له أو يأخذ له مخدرات. إذا ما تعالج يعني إجراءات عمليات مثل هاي بقانون يجرمها بتبقى عندنا مشكلة. أنا أقول لك، ما أبغى أقول لك كل شيء على ما يرام ونكذب على أنفسنا ونبيض الـ يعني الـ 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 الوضع، لا لا لا، الوضع يعني يحتاج إلى بذل الجهود حتى يتحسن. وإلا إذا الأم والأبو ما يكونون مع أولادهم، يعني إذا تركوهم مع أي حد وإذا ما يدرون عنهم متى يجون متى يروحون، إذا ما يضبطونهم، إذا ما يلاحظون أي تغيرات فيهم ويحاولون إيش قبضهم، الأولاد بيضيعون. عينك على العالم.